تجربة قاسية جدا بيان سور. اللي بغي نقول للشباب زعما هو ماشي عيب يكونوا عندك طموحات واحلام وبزاف الحوايج ويكونوا كبار كاع كبر منك ومن المحيط ديالك، ولكن المشكل الحقيقي هو انك تبغي توصل دوك الاحلام بالطرق السهله. لا انا كونتاكتاني اون بيرسون ديريكت اللي وراتني ان اوفر دومبلوا مغربيه، وي مغربي هو اللي وراني في المغرب. لا هو دابا تما وي عطاني لوفر دو ترافاي دوز اونترتيان بار فيديو. شكون اللي دوز ان جروب دو بيرسون اجانب ولا مغاربه؟ اجانب بيان سور، تايلانديين ميانماريين جو نبي با سافوار، كلهم كيتشابهوا. سولوني على ليكسبيريونس ديالي شنو كنخدم اكسيتيرا، واش هذا لقاو بان عندي اون اكسبيريونس في المجال ديالهم بيان سور. واصلا ديك لا بروموسيون اللي جابوا ليا هي اون بروموسيون كنت كنتسناها، داك لوفر دو ترافاي. دونك سيتي كوم سا. كيشتغلوا في التجاره الالكترونيه؟ ماشي التجاره الالكترونيه، واما كيديروا تريدين اونلاين. وي هادشي اللي كيديروا. ومن بعد اختاروك وصيفطوا لك البيي ولا؟ كلشي كيقطعوه لك. هادشي اللي بغيت نقول للشباب، راه كيبان لك داكشي سهل ومغري جدا. غادي نقطعوا لك كلشي، لي تيكي لي بيي لي زوتيل الفيزا على حسابنا لي فري كلشي، غادي تسكن عندنا غادي تاكل عندنا، يعني هذاك سالير دو 4000 دولار 5000 دولار كله كيبقى غير ليك، ما عندك ما تخسر لا كرا لا هذا لا هذا. بالنسبه يعني امتى سافرت؟ في نوفمبر، انا درت 3 شهور تما تقريبا. مشيتي لماليزيا؟ دزنا من ماليزيا، من تركيا لماليزيا، من ماليزيا خليتو الفيزا في تايلاند من ماليزيا. اي وي اكزاكتومون. خليتو الفيزا ومن بعد من بعد مشينا لتايلاند. كانت كتسنانا في زعما المطار، كان كيتسنانا واحد لا فواتور اللي غادي دينا زعما لوتيل. المهم انا فاش غندخل في بانكوك العاصمه، غادي تجي ديك السياره غادي تبغي دينا زعما لوتيل. انا يداني الناس ما عرفتش. انت كنتي بوحدك ولا معك؟ كنت انا وداك السيد اللي داني. جوج نتوما؟ حنا جوج والشيفار. على فان اللي طرا هو اننا ديك الطوموبيل ال سي با اريتي، ما وقفاتش، بقات غادا بينا. فاش فقت لقيت بان داز 3 اور دو روت، وحنايا باقيين شادين اون روت ناسيونال، يعني ما كيبانش لك الترافيك ولا لومبوتياج ولا شي حاجه. صافي تما فين غادي نوض ان سكوندال بيني وبين ديك لا بيرسون، و غادي نوصلو ابخي 3 اور اخرى 6 اور دو روت حتى لماويسوت. هاد ماويسوت مدينه محتله من الصينيين، شارينها كلها بالايميغراسيون ديالها بالبوليس بكلشي ليها. حتى ان الى يعني كيخالفوا القوانين، يعني عوض ما يديوك نتايا تمشي بحال كيخرجوك على اساس انك ضحيه التجار بالبشر، كيدوك للحبس على اساس انك نتايا واحد الانسان حراق عندهم كلونديستا. اذا فين دوك تما فاش وصلت؟ لا انا يا سيت مون كا سبيسيال، لان الجيش ديكابيا هو اللي دخل باش يخرجني. الجيش الديمقراطي البوذي لولايه كارين دخل باش يخرجني هو والمنظمه اللي كان بابا على تواصل معها. هادشي قبل ما يوصلوك ال انا كنت كنعاود لك هادشي فاش غنخرج، انا كنت كنعاود لك كيفاش غنوصل. هذيك لا فواتور ال فا رولي جوسكا ماويسوت، هذيك ماويسوت تما فين نكتشف انا كو جو ني بلو تيليفون، جو ني بلو دارجون، جو ني بلو ريان. وغادي غادي تجي اون نوتر فواتور، غادي دينا عاوتاني اونتر لا جانجل، وغادي نوصلوا لواحد لا ريفيير اللي هي مواي ريفر، اللي هي الحدود ما بين تايلاند وبورما اللي هي ميانمار دابا. وغادي نقطعوا هذاك الواد صغير بزاف، وغادي تكون اون نوتر فواتور اللي غادينا لذاك المخيم، ذاك المعسكر. المعسكر شنو هذا؟ فيه سونتر ديال هاد المعسكر، فيه دي باتيمون فين كيخدموا الناس، فيه دي باتيمون فين كيسكنوا الناس، فيه دي ريستورون، فيه لا سال دو جيم، فيه ميم تيران دو باسكيت. يعني تنتا النهار الاول فاش كتمشي تما كتدهشر، كتقول بوتيتر كو جو سوي دون ان اوندغوا سيغ.
وشنو تيطلبوا منكم؟ شنو نوع الخدمه اللي طلبوا لكم؟ النصب والاحتيال على مواطنين امريكيين بالدرجه الاولى، سواء دي فام ولا دي زام، وكانوا كيوهموهم بانهم غادي يديروا الفلوس وغادي يستثمروا اكسيتيرا، وبيان سور دوك الفلوس كتحط وكتمشي لجيبهم، ان غانيو ريان، ما كاينش اصلا شي استثمار حقيقي، داكشي كامل مزيف. الوضعيه ديالكم كتشتغلوا تما كيخلصوكم ولا يوفروا لكم الاكل؟ هانتا كيخلصوك مثلا ديك 4000 دولار ولا 5000 دولار، بيان سور راه مبلغ زوين وتقدر تعاون به العائله، تعاون به راسك، ولكن كيردوه لك، كاين ان سيغتان روسيكلاج ديال لارجون، ديك الفلوس اللي كيعطيوها لك كيردوها. مثلا جيتي اون غوتا غنحيدوا لك 500 دولار بيناليتي، واو ميم طون نقدروا نديوك البلاك روم ونعذبوك ونديروا لك الصعق الكهربائي، نديروا لك الصلب. بيان سور دائما وعاد كاين العسكر باغتو، ميليشيات ميانماريه اللي كتحميهم، كتحمي دوك الشينويين. راه داير داكشي بحال ديال الحبس، السكن بحال ديال الحبس، الماكله بحال ديال الحبس، يعني ما كتحسش براسك بنادم. ممنوع تخرج من هذيك المنطقه. تو نا با لو دوا دو سورتيغ، ما عندكش الحق تخرج في حتى شي بلاصه. جابوا لنا دب من برا، جابوه حطوه الوسط في الساحه، رابطينو مع واحد الشجره، غادي وكيكبر، كيوكلوه. يعني ان سيغتان مومون غيوليو يخلعوا به الناس، غيوليو يستعملوه كوسيله تعذيب. انا تعرضت لجوج احتجازات تمايا، الاولى في البلاك روم دوزت 3 ايام تما، تعرضت للضرب والصلب والتجويع، وكنا كيعطيونا واحد الماء موسخ. المهم ظروف، ما عندكش الحق تمشي للتواليت، يعني 3 ايام وانت واقف كتمشي للتواليت لا حاجه. انا في الاحتجاز الاول ديالي كي قلت لك ديال 3 ايام الاولى، كانوا بيان سور ما كانش عندي تليفون، واول مره غنحتجز غادي نخرج من الاحتجاز، اول حاجه غندير فاش غنوصل لبيتي غادي نستعمل التليفون باش نصور الضربات ديال التعذيب، اثر التعذيب اكسيتيرا، وصفتهم للاباء ديالي صافي عندي، وغيبداو يهددوا فيا بان الا ما حشمتش هذه المره غيعاودوا يديروا لي اكثر. وكانوا باغيين يحيدوا لي التليفون، هي فاش انا غادي نواجههم وغادي نقول لهم بان الاب ديالي عنده حزب سياسي في المغرب. انا ضخمت الامور شويه، وبان غادي قربل عليهم الدنيا، وبانني صيفط ليه لي فوتو، وهذا هي فاش غيخليوا لي التليفون، وغنقول لهم بانني بغيت نمشي، وغيقول لي خصك تخلصي 7500 دولار. جابوا عليا فرقه خاصني نسنيها، سنيتها بعدا اصلا كاع داكشي اللي كيجيبوا لك نون ايليغال وخاصك تسنيه، الا ما سنيتيش يضربك. المهم باردون فين وصلت؟ باردون. من بعد يعني بلغتي العائله وخلصتوا هذاك المبلغ ولا؟ لا ما خلصتش، اون فيت داك المبلغ خاصنا نصيفطوه لهم، ما كاينش ان مويان باش تصيفط الفلوس ولا يجيوك الفلوس من برا. لو سول مويان باش كتخرج الفلوس من ديك البلاصه هي بالكريبتو، وباش توصل ليها بالكريبتو، يعني العمله الرقميه. وانا استغليت واحد بينونس الى عرفتيها، سيت فين ابليكاسيون هي الاولى في العالم في التريدين اونلاين. هاد لابليكاسيون هادي قلت لبابا يدير فيها كونت، كتخرج في الفيريفيكاسيون 72 ساعه باش كيتفيريفيا الكونت. استغليت انا ديك 72 ساعه باش نربح معاهم الوقت، راه الوالدين غيصيفطوا ليا الفلوس. هذا هو الاحتجاز الثاني، وكان في الغرفه ديالي. و هي هذيك، ما غاديش حنا غادي ندويو مع المنظمه، غادي ندويو معاها، غنبدا نصيفط لهم دي فيديو من قلب المكان. هما اسماء متعدده، انا اقلع على سميات الاشخاص. المنظمه كاينه تما؟ كاينين، تقدر تعاود تسول الاب ديالي. صافي هما اللي ساعدوني، صيفطوا لي الجيش ديال الحزب الديمقراطي البوذي، هو اللي حررني من تما. و فوالا خرجت، تلقاو لي المنظمه، تسلموني من عند الجيش، داوني نبدلوا بعدا لا فواتور باسكو نقدروا نكونوا متابعين، حيت انا ما خرجتش بخاطرهم، انا خرجت بالزمنهم. ما خلصتش ديك 7 مليون ونص،
وانما خداو ليا 5000 دولار كانوا يلا خلصوني كانت عندي في جيبي داوها، ولكن باش نخلص زعما ديك الفديه ما خلصتهاش. صافي هذا بالمنظمه اللي لا ما كان بابا اللي غادي يخلص ليا كل شيء، الطياره الاكل الشرب كل شيء. المنظمه تكلفت بيا حتى شديت يومين، نهار ثالث شديت الطياره تكلفت فيا ايواء وشربا واكلا. وبالنسبه لهذا فين وصلت باردون من بعد ملي صافي قطعوا لك ورجعتي من بعد فاش غادي نوصل كلشي على تكاليف الوالد عندي. السفاره ما دارت حتى شي تدخل، السفاره المغربيه بتايلاند الوغ كو هي اكريديتي باش تكون مسؤوله حتى على ميانمار. تقريبا حسب داكشي اللي شفتي انا هي اول وحده غتمشي تما واول وحده غادي تخرج من تما. وفاش خرجت انايا مشاو مورايا 15 واحد داهم نفس الشخص اللي داني انا. ومن بعد فاش غادي نرجع هنا وغيبداو الشكايات وعائلات اخرين حتى هما داروا شكايات على ولادهم باقيين تما اللي كنت كنعرفهم انا شخصيا باردون. فاش داروا هاد الشكايات هادو هو فين الداخليه تبارك الله عليهم خدموا خدمه مزيانه وكاع وصلوا للنتائج اضخم حنا ما نعرفوهاش وما غيعرفوا احسن منا. واكتشفوا بان كاين 150 وزياده، يعني التوتال تقريبا 200 ديال المغاربه كانوا غادي يمشيو لكمبوديا مهربين تاهما من المغرب بنفس ماشي بنفس الطرق. هادو تيقولوا لهم بانكم غادي تمشيو كاينه مدرسه وهميه ديال التعليم هادشي ديال تداول العملات اكسيتيرا وهي ما كايناش. اون فوا كيوصلوا تمايا كيرحلوهم كعبيد وعبيد 100% يعني ما كتبقاش كيجردوك من جميع الحقوق الانسانيه ديالك كيف ما كانوا. تو ني ريان. انا خرجت من تما لو 9 فيفري 2024 غادي نوصل هنايا لو 13 عاد غنوصل للمغرب.